دكتورة علياء فاروق، نموذج مشرف لباحثة علمية مصرية سخرت الوقت والجهد في مجال البحث العلمي تحديدا للتغلب والانتصار على الكثير من الأمراض، لكن هي دلوقتي زي ما قالت جمانة مسخرة كل جهدها لمحاولة علاج مرض السرطان، وهي دلوقتي مشرفانا على الزوم. دكتورة علياء صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا استاذه جمانه، يشرفني جدا الحقيقه ان اكون موجوده معاكم في البرنامج العظيم ده. صباح الخير يا مصر، ومتشكره جدا على التقرير اللطيف ده. يعني دكتورة علياء الشرف لينا طبعا. يعني حضرتك خلال الفترة الأخيرة بتتعاوني مع باحثين، سواء كانوا باحثين محليين أو باحثين عالميين، للوصول لعلاج لمرض السرطان. عاوزين نعرف السبب اللي خلاكي يعني تكثفي الجهود خلال الوقت الحالي للأبحاث لمرض السرطان تحديدا، على الرغم أن ليكي أبحاث أخرى في أمراض مثلا زي السكر والاكتئاب والتليف الكبدي. بالظبط، هو حضرتك السبب الرئيسي اللي مخليني اكثف كل ابحاثي في ان انا احاول الاقي اي حل لمرض السرطان، هو ان للاسف مرض السرطان هو السبب الثاني لحدوث الوفيات في العالم كله. يعني هو ثاني سبب بعد امراض القلب، بيؤدي الى حدوث وفيات حول العالم كله. كمان المشكله الكبيره اللي عندنا في مصر للاسف ان احنا اكبر دوله بتعاني من سرطان الكبد. نعم. فدي طبعا حاجه بتخليني اكبر دوله في العالم، يعني فدي حاجه طبعا بتخليني انا وبحاث كتير طبعا زمايلي نبقى حاسين ان احنا لا محتاجين فعلا نبحث اكتر في السرطان وكيفيه علاجه، خصوصا سرطان الكبد، علشان نحاول على قد ما نقدر ننقذ، نقلل النسبه في مصر وننقذ يعني طب هو ايه السبب الناس من المرض الخطير. دكتور علياء، ايه السبب انه النسبه دي عندنا في مصر عاليه بهذا الشكل؟ الحقيقه هي دي حاجه يعني تاريخيه، بترجع تاريخيا في اواخر الستينات وبدايه السبعينات، ان كان الناس بتتعالج من مرض البلهارسيا. في الوقت ده كان يعني طرق التعقيم كانت لسه بدائيه جدا، ما كانش لسه في وعي كافي يقدر يخلينا ان احنا يعني نحتاط في تداول الحقن والحاجات. فكان طريقة العلاج، كان في حملات بتنزل تعالج البلهارسيا عن طريق الحقن، يعني بيدوا دواء عن طريق الحقن. الحقن دي كانت بتنتقل من شخص لآخر بدون تعقيم كافي في النص، يعني كانوا بيعتمدوا فقط على الغليان في الوقت ده. طبعا كان الحاجات دي بدائية جدا زمان يعني. فده يعني ده أدى بقى لحدوث انتشار سريع جدا لفيروس سي، التهاب الكبد الوبائي فيروس سي في مصر. والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي ده في الاخر بيؤدي الى سرطان كبد، يعني هو بيبدا بتليف كبد، بعدين تشمع الكبد، وفي الاخر خالص بينتهي بالمريض الى سرطان الكبد. يمكن كان فعلا دي كانت مشكله يعني كنا بنواجهها هنا يا دكتور، ولكن الحقيقه انه احنا مصر قدرت انها يعني قدرت انها تقضي على فيروس سي، التهاب الكبد الوبائي. طبعا يمكن كان مجهود كبير جدا. طبعا بالزبط. طبعا طبعا. طيب عايز اعرف يا دكتور، يعني العالم وصل يعني عفوا طبعا المقاطعه، بس هو في واضح بس في ديلي شويه، فخليني اعرف من حضرتك، هل العالم وصل بالفعل لنتائج واعده بخصوص التصدي لمرض السرطان؟ هقول لحضرتك على حاجه. الحقيقه بخصوص مرض السرطان بالذات، يمكن كل الباحثين حول العالم قدروا يعرفوا بالتفصيل ايه هي اسباب مرض السرطان، وايه هي يعني طريقه المرض نفسها، ازاي الجينات بتتغير جوه جسم الانسان، ازاي الخلايا بتتكاثر، الخلايا السرطانيه بتتكاثر، ازاي بتقدر تتغلب على الجهاز المناعي وتكبر جوه الجسم. ولكن للاسف الطرق العلاجيه نفسها للسرطان لسه مش متطوره التطور الكافي. يعني احنا كعلماء وصلنا لدرجه كبيره جدا في ان احنا نعرف ازاي المرض بيحصل وايه اسباب حدوث المرض وكل التفاصيل بخصوص المرض، ولكن طرق علاجه نفسها لسه مش متطوره التطوير الكافي. لسه بنعتمد على العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي. بدانا شويه نحاول نتجه للبرسوناليزد ميديسن، ده ان انا بعالج كل شخص على حسب الجينات بتاعته، بس برضه لسه التطور مش كافي خالص في علاج السرطان، فده اللي احنا بنحاول نبحث فيه الايام دي. طيب دكتوره، عاوزين نعرف من حضرتك بقى ايه الامراض السرطانيه اللي وصلتي يعني من خلالها لنتائج كبيره وواعده في مكافحه هذا المرض؟
الحقيقة أنا كنت بدرس على مرض سرطان الكبد، ده كان اهتمامي الأول يعني، لأن طبعا ده يهمني جدا علشان هو نسبته كبيرة شوية في مصر. برضو أنا درست على سرطان الجلد اللي هو الميلانوما، نعم. وسرطان الغدة الدرقية. الثلاث أنواع دول كانوا كل تركيزي في السرطان، سواء في فترة الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه، وكان بصراحة تركيزي الأكبر والأهم على سرطان الكبد يعني. الكبد. طب ليه الثلاثة دول تحديدا؟ يعني هل هما الأكثر انتشارا، الأكثر خطورة؟ الحقيقة الثلاثة دول تحديدا، سرطان الكبد طبعا هو الأكثر انتشارا في بلدنا، فده عشان كده ده شد انتباهي، وهو خطير جدا لأن هو للأسف ما بيكتشفش إلا في الفترة الأخيرة خالص يعني، بيكتشف مرحلة متأخرة. والمريض في حالة ضعيفة جدا ومتأخرة جدا، ومش بيقدر يتلحق بالأدوية ولا بالإشعاع ولا بأي حاجة، نعم. فده خطورته يعني. سرطان الجلد طبعا خطورته ان هو صعب جدا علاجه، لان هو بينتشر في كل الجسم تقريبا، فطبعا انتشاره هو ممكن يكون بيكتشف من البداية، بس انتشاره بيخليه شيء خطير جدا ما بنقدرش برضه صحيح. نسيطر عليه. طيب. كذلك في الغدة الدرقية ما بيتعرفش غير متأخر جدا، فسبب اهتمامي بالنوعيات دي من مرض السرطان ان هي مش بتتعرف غير متأخر، والمريض خلاص يعني بيبقى مش قادر يعني يقاوم المرض خلاص. طيب دكتور علياء، يمكن في برضو مصطلح جديد يمكن على البعض، وهو لقاحات السرطان. يعني ايه لو تعرفين ايه هو تطوير لقاحات السرطان؟ واعتقد ان ده العنوان اللي حصلتي من خلاله على درجة الدكتوراه في تطوير هذه اللقاحات من جامعة إلينوي في شيكاغو. بالظبط فعلا. انا هقول لحضرتك يمكن الفرق، الناس دايما متعوده ان اللقاح هو حاجه وقايه من المرض. الجديد اللي احنا حاولنا بقى نعمله، وانا درسته انا والدكتور سي مشرفتي يعني وزمايلي، كان ان احنا بنحاول نستخدم اللقاح ده ان هو يعالج السرطان. يعني دايما الناس معتاده ان هو وقايه، لا، انا دلوقتي اللقاح ده بيبقى عباره عندي عن حاجه بكتيريا او فيروس او حاجه بخليها مضاعفه، يعني ما بتاذيش البني ادم، وبقدر شويه اغير في الشفره الوراثيه بتاعتها بحيث ان هي تفرز حاجات تحفز الجهاز المناعي بتاع المريض ضد السرطان. فمن هنا جه الاختلاف، ان اولا اللقاحات دي علاجيه وليست وقائيه، وتاني حاجة إن أنا بغير تماما في الشفرة الوراثية بتاعة نعم. اللقاح اللي بيدخل جوه الجسم، بحيث إن هو يقدر يحفز الجهاز المناعي ويخليه يشوف يعني السرطان أكيد كأنه أكيد جسم بني. مجهود المشكلة دايما عظيم في يعني يا المرض. دكتور علياء، وهيفيد البشرية بشكل عام وبشكل شامل. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق. دكتورة علياء فاروق حسين، الباحثة في المركز القومي لبحوث البحث العلمي، كل التوفيق لحضرتك مرة تانية.